مشاهدينا الكرام، طيب الله أوقاتكم بالأنس والمسرات في ليالي هذا الشهر الفضيل. السؤال يقول: من هم الثلاثة الصحابة الذين وردت فيهم آية قرآنية وماذا فعلوا؟ يافع جميلة المباني والمعمار اليافعي. ها نحن الآن بيافع مول، إن شاء الله يتفاعلوا معنا أهل يافع. والله ما عندي معلومة فيها، على الأقل لو جبت لي اسم اسمين بساعدك. عمر بن الخطاب. يعني نصف إجابته كانت حقيقة. طيب عن ماذا تخلفوا؟ غزوة تبوك. غزوة تبوك إجابة صحيحة، أحلى تحية للعم. كسبت معنا 25,000 ريال، وألف ألف مبروك، تصرفهم بالعافية إن شاء الله على أولادك. كل عام وأنت بخير يا رب. خير وعافية. يلا سلام. ما أذكر الثاني. بلال بن أمية. هلال بن أمية. الثالث الأخير. من يساعدنا؟ مرارة بن ربيعة. ها يستاهل الحاج عبد الحبيب، كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع، الثلاثة الصحابة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك بدون عذر، فأنزلت عليهم أو لهم هذه الآية. عم عبد الحبيب، ألف 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 مبروك، كسبت معنا جائزة بقيمة 25,000 ريال. أسمعنا تحياك يا يلا تصرفهم بالعافية إن شاء الله. يا رب يا رب يا رب يعطيك الصحة والعافية، كل عام وأنتم بخير حبيبي.